بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. بإذن الله النهاردة هنعمل غرزة تطريز بسيطة جدا، ممكن أي حد يعرف يعملها. ممكن إن احنا نحشي بها ورقة شجر أو قلب وردة. ما بتاخدش مننا وقت جدا. هنستخدم معانا النهارده ايه؟ هنستخدم الخيط ده خيط كوتون بارليه، تمام، اللون اللي تحبيه. وهنستخدم معانا ابره وخيط بس كده. النهارده نبتدي ده مع بعض على طول يا حبايبي. نسمي كده بسم الله. عندنا هعملها معاكم على خط مستقيم علشان تبان لحضراتكم. وهي ممكن تستخدم في ملء ورقة شجر، أو نملة بيها قلب وردة، حشو، أي حاجة من الحاجات دي تنفع، تمام. طبعا احنا ربطين الإبرة من تحت. نسمي كده بسم الله. هنطلع الإبرة، تمام. هنعمل ايه؟ هنيجي هنا نمسك الخيط بايدينا الشمال وهنلف الخيط على الابرة، يعني العدد اللي تحبي بقى. يعني انت عايزة الغرزة مثلا زهرة وباينة، ممكن نعملها 4 لفات. عايزاها مثلا صغيرة، ممكن تعملها لفتين، 3، اللي تحبيه، تمام. فاحنا هنمسك الابرة كده وندخلها من ورا الخيط ونلف 4 لفات. انا عايزه اعمل 4 لفات عشان تبقى ظاهره لحضراتكم وتبقى واضحه. ده لفتين، 3، 4، تمام. هندخل مش في نفس المكان، لا، احنا هندخل في الجزء اللي جنبها كده، واحنا ايدينا على الخيط، ايدينا اهو على الخيط اهو، تمام. ونشد الابره من تحت بالطريقه دي كده حبايبي، اهو بسم الله. نشد الخيط برضو وندخل. اظن مفيش اسهل من كده. دي اسمها عقده فرنسيه. تاني نطلع الخيط اهو. هنلف الخيط على الابره 4 لفات، الخيط ورا الابره ورا الخيط اهو. ادي 1، 2، 3، 4. وهندخل من جنب الايه، من جنب المكان اللي طلعنا منه بالشكل ده حبايبي اهو. احنا شدين الطرف الخيط اللي تحت ايدينا الشمال بالشكل ده كده، تمام. تاني هنلف الخيط 4 لفات. ادي 1، 2، 3، 4. وهندخل من ايه، من المكان اللي جنب الايه، الجزء اللي طلعنا منه، وايدينا على الخيط بالشكل ده كده اهي. تبقى حلوة قوي لو عملناها في قلب وردة. ممكن نعملها بألوانات مختلفة كمان بالشكل ده. 1، 2، 3، 4. وندخل من جنب ايه، من جنب المكان اللي طلعنا منه. بالطريقة دي كده يا حبايبي اهي، مفيش اسهل من كده. اعمل معاكم واحدة كمان. هنلف الخيط، دخل الابرة ورا الخيط. ده 1، 2، 3، 4. وايدينا على الخيط وندخل من ايه، من جنب المكان اللي طلعنا منه بنفس الطريقة
مفيش اسهل من كده بالطريقة دي كده حبايبي اهو، بالشكل ده حبايبي عملنا العدد ده من الغرز اللي هي الغرزة الفرنسية. تمام، اتمنى تعجب حضراتكم. ممكن نعمل منها ورقة شجر بالمنظر ده كده، برضو تبقى حلوة جدا. تمام، وسهلة وبسيطة وملينا بها ورد الشجر. اتمنى الفيديو النهاردة يعجب حضراتكم. اللي ما اشتركش في القناة فضلا وليس امرا يشترك ويتفاعل في مع الجرس عشان يوصله كل جديد. ما تحرمش منكم ابدا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.